اوكي، فهذه المركبة هي 240 في الزاوية، فعلى مود اوجد احسب هذا الكابيتال ام من نقطة اي، ايش راح تكون عندي؟ حتكون عندي هذه 240، ليش؟ راح تكون هذه تسوي لي مومنت بهالاتجاه، حيكون بوزيتيف، فحيكون 240 في 0.6 اللي هي 3 على 5 تايمز اكس، لان احنا الاوريجن ماخذين منها اكس، تبدي منها في اكس ناقصا 735، لا ننسى هذا، لان هنا اكو فيكس، لا ننسى 735، فهذا حتصير 240.6 اكس ناقص 735. نجي على سمول ام اللي هو هنا انا باور، ايش عندي هنا؟ نفس العمليه، بس هنا الواحد اتجاه الاسفل، فالمركبه حتكون بهالاتجاه، فايش راح تسوي لي؟ حتسوي لي نيجاتيف، وهذا المومنت حيسوي لي بوزيتيف، فحيصير 7 السمول ام قيمته 7 هذا الفيكس ناقصا 1 في اكس، فحيصير 7 ناقصا 1 في اكس في الزاويه مالته اللي هي ايضا 0.6. اوكي، نجي على المنبر الثاني اللي هو منبر بي سي، اجي ابغى على منبر بي سي، هذا بي سي، هذه القطعه اللي لحد الجوينت لحد الانترنال هنج، يعني هذه بالحقيقه بي سي، انا ماخذ الاوريجن، وين حاخذ؟ حاخذ ابو بي، فايش عندي؟ عندي 30 في اكس، زين شلون تسوي مومنت؟ تسوي مومنت هالاتجاه، دوران بهالاتجاه، فاذا هاي نيجاتيف، ف30 في اكس هاي ماينس، ماينس 30 اكس، وعندي هذه 30 اليونيفورم هي 30 في اكس في اكس على 2، شلون اتجاهها؟ ايضا نيجاتيف، ايضا تسوي لها شكل 30 في اكس على 2، ف30 اكس تربيع على 2 ايضا نيجاتيف، والمنبر هو طوله 3 مترات، فاجي بجدول نزل هذا المومنت، اجي على سمول ام اباو على هالمنبر، ايش عندي؟ عندي شيء؟ كل شيء ماكو، ايش قد الام مالته؟ لازم زيرو، ماكو اي فورس عندي، زيرو. اجي المنبر الثالث، ايش بقى لي؟ منبر سي دي، اوكي، وين حاخذ الاوريجن؟ بالسهوله حاخذه من دي، على مود ما حاخذه من سي، على مود لا يدخلن هذه التاثيرات مال هذه اللودز منها، حاخذه بس من سي، بالعفو دي، على مود بس تأثير اللودز اللي منه. نجي على هذا المنبر اللي هو سي دي، اوريجين دي، ايش عندي؟ عندي 30 في اكس تربيع على 2، موجب لو سالب حيكون ما دام يسوي لي يعني ال شو اسمه بندنج بهالاتجاه، فحيكون صح هو يسوي بهالاتجاه، بس لا ننسى احنا ماخذين من جهة اليمين وليس من جهة اليسار، لو من جهة اليسار كان يكون موجب، ولكن من جهة اليمين صحيح هو كأنما دا يسوي بندنج بهالاتجاه، يعني كأنما موجب، بس احنا ماخذين من جهة اليمين، من جهة اليمين يكون الإشارة بالعكس، هذه الاتجاهات الموجب والسالب عادة اعتمادا على اليسار، كل شيء باليمين يكون عكسه، فإذا موجب باليسار يكون اليمين نيجاتيف، فحيكون هنا أنا بالحقيقة نيجاتيف، فحيكون نيجاتيف 30 اكس تربيع على 2. نجي على سمول ام، سمول ام ايش راح تكون؟ حتكون هذا قيمته 1 في اكس، شلون يسوي اتجاهها؟ حيسوي لنا هالشكل، حيسوي لنا بندنج بالاتجاه شلون؟ موجب من اليمين طبعا موجب، اوكي؟ فحيكون قيمته اكس. هسه مجرد شنو اسوي؟ احول التيبل الى تكامل حسب الايكويشن هذه، هذه كابيتال ام في سمول ام اوفر اي، وبالنسبة لي small delta هي m1 m1 أو m square over ei. أوكي، اللي هي موجودة هنا أنا. هذا التكامل للكابيتال دلتا اللي هو يخص الاكسترنال لود لكل قطعة، طبعا اكو قطعة بها زيرو احد المومنتس، ف يعني اختصر لنا الحل، اكو تيرم ثالث ينحذف، هتطلع قيمة الديفلكشن، هذه ديفلكشن نتيجة الاكسترنال لود كابيتال دلتا. سمول دلتا من تجي من F1 في X1، F11 اللي هي أيضا التكامل اللي هي M square over AI للممبرز، وحيطلع هذا قيمته. شو راح أسوي؟ هسه مجرد أطبق الكومباتيبلتي إيكويشن، كابيتال دلتا زائدا سمول دلتا يساوي صفر، سمول دلتا شنو هي؟ F11 في X1 اللي هو redundant، حتوجد قيمة X1 69، حيصير كأنما الفريم هذا قيمته هنا الرياكشن 69. ارجع احلل الفريم، اوجد الرياكشن هنا وهنا والمومنت،
فيكون عندي الفريم كأنما أوجدت الرياكشن كله على الرغم أنه هو statically indeterminate. أوكي. هسه مثال ثاني أيضا فريم اللي هو عندي هذا الفريم، هم نوجد الرياكشنز باستخدام الconsistent deformation أو force method. هذا الفريم يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن fixed هنا ورولر هنا، فبالحقيقة عندي أربعة reactions وعندي 3 equations كأنما هو بالحقيقة هو statically indeterminate first degree. طبعا عندي external load هنا للأسفل قيمته P، هذا طوله L هذا 2L. شلون أحل هذا؟ نفس الانالوجي للمثال السابق، أشيل واحد من reaction هنا، أنا حشيل هذا reaction الرولر للسهولة، عاوز يتحول إلى statically determinate. فحنجي هذا الرولر شلنا فصار كأنما statically determined على external load، هذا نحصل من عنده دلتا. الجزء الثاني اللي هو قيمة نخلي رد x1 اللي هو redundant اللي يعطينا small delta. زين ال compatible equation حتكون delta 01 زائد delta 11 اللي هي capital delta زائد small delta تساوي صفر. اوكي فش احتاج؟ ايضا نفس المثال السابق اسوي جدول، جدول لكل منبر. عندي منبر اي بي، وين منبر اي بي؟ هذا منبر اي بي. اوكي الاوريجين مالته حاخذه باي، ايش قد طول المنبر؟ 2L. ايش قد قيمه المومنت هنا اي مكان هذا بهذا المنبر؟ حباور هنا انا لازم اوجد الرياكشنز اللي هو هذا الفريم، فعندي هذا البي، هذا عندي كابيتال، هذا البي اللي فوق، وحيصير عندي مومنت 2PL. فقيمه المومنت هنا ايش راح تصير؟ P في X، يعني هذا حيسوي حيولد لي هالاتجاه P في X ناقصا 2PL ناقصا هذا هذا المومنت الفيكس اند مومنت اللي هو 2PL. سمول M حنجوجد هنا، عندي هنا واحد، هذا حيكون قيمته واحد، وش قد المومنت؟ صفر، يعني هذا حيمر بنفس النقطة فما يولد مومنت. اوكي فايش قد قيمة المومنت هنا؟ واحد في X، بس شلون اتجاه هذا اللي يسوي مومنت نيجاتيف، فهذا حيكون نيجاتيف. زين نجي الى منبر BC، هذا منبر BC، هذا الفيرتيكال الاوريجين اللي حاخذه في سي هنا، سي اجي لهنا، ايش قد عندي كابيتال مومنت؟ طول ال، ايش قد الكابيتال مومنت؟ الكابيتال ام. اذا هذا بي في ال في 2L حيصير 2PL بهالنقطه، وعندي منها 2PL فحيصفر بهالجوينت. تمام، فبعد ما عندي اي فورس هنا، اي مومنت العفو بهذا المنبر، فهذا المنبر المومنت بي زيرو. زين نجي الى سمول ام، سمول ام قد حيكون من هنا لهنا قد قلنا حيكون هذا واحد في 2L فحيصير ماينس 2L، فقيمة المومنت هنا هو ماينس 2L كونستانت في هذا المنبر. زين نجي الى منبر سي دي، منبر سي دي نفس العملية، حاخذ الأوريجين بالسهولة بدي، ايش قد عندي بدي؟ شكو بدي؟ اكو فورس عم تسوي لي مومنت؟ لو ما اخذ بسي كان نعم عندي مومنت، بس انا اخذ بدي ليش؟ على مود ما يكون عندي مومنت قيمته صفر، وانا استفاد من اي واحد من ذني يكون بي صفر او اثنينهم يكون بي صفارة، على مود اختصر بالتيرمات مال الانتجريشن وتسهل لي الحل والوقت. فقيمة المومنت صفر. نجي على هذا، ايش قد قيمة المومنت هنا؟ هذا واحد في x، شلون يسوي اتجاه؟ هالاتجاه. تمام، بندنج موجب، فواحد في x حيكون x، مجرد اعوضها بالكويجن مال الانتجريشن مثل سابقا، حوجد قيمة الدلتا كابيتال دلتا، وبعدين اوجد الاف واعوضها بالكومباتيبلتي كويجن ووجد قيمة x1. x1 هي تعادل dy reaction بنقطة d الفيرتيكال، قد هيطلع p على 7 للأسفل. اوكي ليش الأسفل؟ لأنه احنا كنا فارضين للأعلى، بس لين طلع نيجاتيف فلازم افرضه للأسفل، تنتبهون على هذه النقطة. فايش قد قيمته؟ هذا للأسفل p على 7، وحوجد قيمة الرياكشن والمومنت باقي الفريم، فحيكون هذا يعني الفريم يعني وجدنا الرياكشن، اقدر اوجد المومنت اي شيء يشير باي نقطه بهذا الفريم.